رجعنا اليوم بفيديو ثاني مع لعبة Elden Ring، وحنا وقفنا آخر مرة مع الجزء الأول. راح نكمل محل ما وقفنا. اللي بحب يشوف الجزء الأول هي موجود في القناة في علامة التعجب، راح نتابع مكان ما وقفنا آخر إشي. نبدأ. طبعا أهم إشي باللعب الستيلث، تخفي بدون ما يشوفوك الأعداء. طبعا زي ما أنا عملته ما شاء الله شافني وأنا لسه قاعد أحكي. طبعا أهم شي ما نهجمش بسرعة، إنه ضربتين اللعبة هاي بنروح فيها. أول بعد ما تصد الضربة تضرب على طول لما تكون. طبعا هون جوا موجود الشيك بوينت، فلازم نتخلص من هذا المكان كله حتى نقدر نفوت جوا. نفوت على الهادي، معلمها شي ثاني. طبعا الكل شافني. جاي تضرب من بعيد. بب 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 بب. لا يا زلمة خلينا نعبي دم اول. ايوه لا انا خلصنا من هذول. اهم شيء ونادي العلامة بتاخذ الاكس بي محل ما انت موتت اخر مرة. انا كنت لاعب شوي وقعت هون، فرجعت اخذت الاكس بي هون قبل شوي. اذا مت مرتين وما اخذت الاكس بي بتروح عليك. اما انا ذاك طلع من وجهه. اللعبة بتحتاج وقت طويل للعب حتى تقدر ترفع من مستواك فيها. ضرب راح فيها. طبعا التاني شافني على طول، فكر ايش تضرب. في عندنا هون صندوق نفتحه. اوه زي السيف هذا. نفوت على هذا بدون ما يشوفنا. هذا شكل قبل ما نهجم عليه. لفيت وجهك على الموت انت. انتهت حياتك. تشتي مرة واحدة وتوقف مرة واحدة. ضربنا هذا، اتوقع الفنجي راح يشوفنا. محسش علينا الفوق. اوه مش شايفك برضو. نهايتك حلوة.
ايش موجود هون؟ ماب تفتح لنا الخريطة زيادة هاي. لازم نتخلص من هذا، هو اللي مسلح فيهم أكبر واحد، فهذا صعب نواجههم ضربتين أو ضربة. أوه لا 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 لا، خلص خلص أسفين. غلطنا ان ضربناك. نتخبى نهرب منه شوي. اهو لحقنا. اذا ما ضل تكشش حرام. موت. هذا آخر واحد تقريبا. لا حلو، هناك احنا تخلصنا منهم، وهي عندهم صندوق. طبعا هاي سيف جديد كمان عطونا. من هون نقدر نغير الأسلحة. عارف فيهم هي السيف. طبعا اللي بعطينا علامة إكس يعني غير جاهز، هذا نستعمله هسه إنه تقيل ويكون على الشخصية. هلا قدام لما نطور شخصيتنا نقدر نحمله، بس لو حطيته صعب إنه نواجه فيه أعداء إنه تقيل السيف راح يكون. جمجمة على الأرض. طبعا ما ضل شي هون. والله شي إلا هاد، هذا ايش يسوي هون؟ ننزل نشوف إذا في شي. اوه صندوق. سناجر اخذنا منه. المشكلة ما ضلش معنا دم هيلث. هنوقف على الشيك بوينت هاد ونسيف، انه هيك بروح الاكس بي تبعنا كله بتاخد. يعني هيك سيفنا الاكس بي. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. هذا بعين واحدة. Two fingers, offering guidance and aid.
to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. هنا خاتم أعطونا. أتوقع هذا تاع السحر نقدر نساوي منه السحر. إنه هذه هي الساحرة. أنا أتوقع من هون نقدر أصلا نلفل. شوف قديش معانا اكس بي حتى نقدر نلفل فيها ولا لا. معانا 1590 وهذول كل واحدة لها شغلة تطوير على الشخصية. خلينا نقدر نطور شوي منهم. طبعا واحدة فيهم تاخد اكس بي عالي كثير مش راح نقدر نزيد الا درجة واحدة تقريبا. حتى يصير ليفل 11 تمام. خلينا ننهي هون المقطع. لقدام راح نصير ننزل عنها فيديوهات اكثر. ما راح تكون تختيم كامل على القناة. نشوفكم على خير. سلام.